شاهد في هذه المباراة خمسة حالات كثير، خمسة حالات. الحالة الأولى في الدقيقة 3، طبعا هذا طاقم التحكيم قدامنا يا بدر، طاقم التحكيم حكم الساحة دولي، الحكام المساعدين درجة أولى، وهذه الإشارة الدولية غير موجودة بالنسبة للحكمين المساعدين. الحكم الرابع كان حكم سعودي أيضا اللي هو بالنسبة لعبد الله ظافر، وهذا طاقم التحكيم. ونروح للحالة الأولى مباشرة، الدقيقة 3 هدف الاتحاد اللي تم تسجيله. أولا هنا كانت في مخالفة، الحكم طبق قاعدة تحت الفرصة بشكل مميز وتم تسجيل هدف لنادي الاتحاد. طبعا بالنسبة للهدف اللي تسجل، الحكم المساعد أعلن عن حالة تسلل بعد ما تسجلت الكرة هدف، ونشوف الآن بالنسبة لعملية التسلل هل كان في تسلل أو لا يوجد تسلل. الحالة الآن هذه تحت الفرصة اللي منحها الحكم، كان قرار جيد من حكم المباراة. الآن تلعبت الكرة، اللاعب نادي الاتحاد لا يوجد تسلل في هذه اللعبة. الآن في هذه اللحظة، لحظة لعب الكرة للاعب نادي الاتحاد اللي سجل الهدف، انطلق اللاعب من مكان صحيح لحظة لعب الكرة، التسلل يحتسب لحظة لعب الكرة، وبالتالي كان لاعب نادي الاتحاد في موقف صحيح. طبعا اللي احتسب الهدف اللي هو تقنية الفيديو، والحكم المباراة عاد تقنية الفيديو، وفعلا في مثل هذه المواقف اللي هي احتساب هدف من حالة تسلل أو الهدف صحيح وتم إلغائه، العودة لحالة الفيديو هي عملية عادلة بالنسبة للفريق اللي تم تسجيل الهدف لصالحه، وبالتالي الحكم عاد إلى القرار الصحيح واحتسب الهدف.